السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي لما نغير المقاس بتاع اللوحة التكست والانوتيشن يتغير اوتوماتيك. طيب خلينا نحط بعض التكست، تمام، وهكتب هنا مثلا نكتب مثلا بيم مثلا، تمام اهو بالشكل دوت. طيب عايز اغير السكيل بتاع الفيو اللي احنا واقفين عليه. طيب هو هنا مش جاب لي اي خصائص. طيب هروح هنا لقائمة هوم مثلا واجي هنا واقول له انا عايز المودلز، واروح مختار دوت. ممكن يكون فيه اكتر من حاجة بس ده الملف اللي انا فاتحه دلوقتي 333. طيب هغير الانوتيشن سكيل من 1 لـ100 لـ1 لـ40. هتلاقي الحاجة صغرت خالص، 1 لـ1000 بدأ يبقى كبير، 1 لـ600 بقى بالشكل دوت، وهكذا. فتقدر تغير السكيل بتاع الفيو فالتكست كله يكبر. واحدة القياس ممكن اتحكم فيها ان انا هاجي هنا في السيتنج فايل واقول له ديزاين فايل سيتنج اليونت. تقدر بقى تختار اليونت اللي انت عايزها، وليكن مثلا تشغل بالمليمتر مثلا او بالمتر زي ما انت عايز، وهتخليها مثلا بالشكل دوت ميكرومتر مليمتر. مليمتر بقى مش محتاج كسور كتيرة، واقول له اوكي. فلما تيجي هنا في السكيل انتشن سكيل تبدأ بقى تختار بالشكل دوت.